يقول الأخ السائل: ما حكم من اشترى من شخص أجهزة أو أثاثا ودفع جزءا من المبلغ ولم يرد له الباقي، مع العلم أن البائع محرج أن يطالبه بباقي المبلغ؟ عليه أن يطالبه، لأن مطل الغني ظلم، إذا ماطل الغني ولم يسدد الديون فقد ظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته.